المؤمنين على أن ينفروا خفافاً وثقالاً ويسابقوا لشرف الشهادة في الميدان، واشترى منهم أنفسهم التي وهبهم إياها وكافأهم على ذلك بأوسع الجنان، وكتب على المتخاذلين الهزيمة والذل والهوان. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم؟ ثم قال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المجاهدين وقائد الفاتحين، تخرج من مدرسته الصحابة الميامين والفاتحون والأبطال من التابعين ومن سار على نهج جهادهم ودرب بطولاتهم إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بوصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أما بعد، أيها الثوار، أيتها الثائرات، أيها الأحرار، أيتها الحرائر، أيها المقاومون الأبطال، لقد أعلن الله حبه للمؤمنين المحسنين وخص بذلك المقاتلين في سبيله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فيا لها من مزية عالية القدر، غالية الثمن، رفيعة المنزلة، وكيف لا تكون كذلك؟ والله تبارك وتعالى هو من دعا للقتال وحرض عليه. يا أيها النبي، يا أيها النبي، حرض المؤمنين على القتال. تأملوا أيها الأحرار في هذه الآية، وانظروا من الآمر ومن المحرِّض. أما الآمر فهو الله جل وعلا، الذي يقول في آية أخرى: انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا في سبيل الله. هو سبحانه الذي حسم في آية أخرى أمر التفاضل والأفضلية عندما وقف بعض الصحابة يقول: ما أفضل عمل بعد الإسلام مثل أن يوفقني الله لسقاية الحجيج. ووقف البعض الآخر فقال: ما أفضل عمل بعد الإسلام مثل أن يوفقني الله للاعتكاف وعمارة المسجد الحرام. فأنزل الله قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ فما من عمل أفضل من الجهاد بعد الإيمان بالله ورسوله. ولقد جاء البشير بن الخصاصية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه، فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يبايعه على أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويجاهد في سبيل الله. فقال بشير: كلًا نطيق إلا الصدقة والجهاد. أما الصدقة فليس لي إلا 10 دودٍ هن رسل أهلي وحمولتهن، وأما الجهاد فإني رجلٌ جبانٌ لا أثبت على الخيل. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: يا بشير، لا صدقة ولا جهاد، فبما إذن تدخل الجنة؟ قال بشير: فقلت: أبسط يدك يا رسول الله، أبايعك عليهن كلهن. ولقد أصبح بشير في طلائع الفتح الإسلامي في بلاد العراق. إن عبارة يا خيل الله اركبي كانت أشهر وأسرع عبارة استنفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين. وإن اليوم أشد عبارات الاستنفار، بل أقول إن أقلها، وإن شئتم قلتم أشدها،
إن أقل ذلك أو أشد ذلك قطرات الدم التي تسيل هنا في تعز في كل اليمن. إن أشد عبارات الاستنفار هو هيانة النساء والعجائز في معبر الدحي. إن أشد عبارة استنفارنا وأقلها ما يحدث لأمهاتنا وأخواتنا في من الذل والمهانة في معبر الدحي الذي يجعل كل حر غيور يستنفر قوته وجهده ويذهب للمقاومة ويدافع عن كرامته وعرضه وشرفه وعن كرامة الوطن. ولله در أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة برز بنفسه واستنفر الصحابة أجمعين وقال كلمته التي أصبحت مثلاً سائراً ويحرِّض المؤمنين على المرتدين: اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. أيها الثائرون الأحرار، أكثر من 10 أشهر من الصمود في هذه المدينة الباسلة لم تخرجوا للقتال بشراً، لم تخرجوا للقتال أشراً ولا بطراً، ولا نفر أبطال المقاومة إلى ميادين الشرف ظلماً وعدواناً، وإنما خرجوا دفاعاً عن أعراضهم وعن هويتهم وعن كرامتهم وعن أعراضهم وأنفسهم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. نحن في بيوتنا تدمر فوق رؤوسنا، لم نعتد على أحد، لم نذهب إليهم لنقتلهم هناك في جبال مران، بل هم من أتوا إلينا ليسفكوا دماءنا ويهينوا أعراضنا ونساءنا. لستم في الصمود أيها الأبطال، لستم في الصمود والمقاومة أبناء اليوم، بل أنتم شرارتها الأولى وصفها الأول، وما زلتم أساسها وحاضنتها. وأصبح النصر بإذن الله قاب قوسين أو أدنى بفضل الله، ثم بصبركم واستمراركم وجهادكم جميعا وثبات مقاومتكم ودعمكم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. إن هذا الصمود قد هزم البغي والطغيان أخلاقيا يوم كشف زيف دعواهم، ويوم عرى أخلاقهم وفضح سلوكياتهم أمام العالمين، حيث ظهروا بلا مروءة ولا شرف ولا حتى قبيلة ولا عرف ولا إنسانية. هزموا في ميادين المواجهة برغم ما يمتلكون من عدة وعتاد وأسلحة وأموال. فاصبروا أيها المقاومون وصابروا وقاوموا، فإنما النصر صبر ساعة. وكما قال طارق بن زياد حين فتح بلاد الأندلس محرِّضاً لجيشه الصغير أمام جحافل جيش الأسبان، ومما قاله طارق: ليس لكم بعد الله عز وجل، ليس لكم بعد الله عز وجل من حصن وملجأ تلجأون إليه إلا سيوفكم، وإنكم إن صبرتم على الأشق الأعسر اليوم، وإنكم إن صبرتم على الأشق الأعسر اليوم قصيرا أو قليلا فلسوف تستمتعون بالألذ الأطيب طويلا. فكان لهذا التحريض أثره على الجيش القليل في عدته وعتاده، وكان نصر الله والفتح المبين. ماذا سنحكي عن جرائم صالح، عن خسة الحوثي؟ ماذا نكتب قبح اليهود وفارس قد جمعوا وهم من الإرهاب جرم أرهب، وبنار حقدهم تدك مدينة، والقصف يقتل كل من لم يذنب. لم يتركوا شيخا، لم يتركوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا، وعاثوا في البلاد وخربوا. تعز أذلتهم، فعرت خبثهم، فتجردوا من زيفهم وتنكبوا. ورأت تعز واليمانيون ما يخفي شعار الموت كي لا يكذبوا. لن يكسروا تعزا، ولا يمن العلا، وحشودهم في كل يوم تغلب. لله درك أيها الشاعر النهاري في هذه الأبيات:
أيها المقاومون، صمود واستمرار يصنع الانتصار. قلت ما سمعتم، توبوا إلى الله واستغفروه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، أيها المقاومون الأبطال، إن ثباتكم أرجعت قطعان الكهوف على أعقابها، وصمودكم رد جيوش البغي على أدبارها. أمام رصاصكم ينتحرون، ومن ضرباتكم ينهزمون وينكسرون، وأمام سلاحهم ودباباتهم. ورغم الفارق، إلا أن الفرق بين مقاومتكم العادلة وبغيهم المعتدي، ونتائج ذلك على الأرض كما بين المغارب والمشارق. رغم عدم إنسانية الحصار، إلا أن تعز صامدة تكسر الحصار ببطولة النساء والأطفال والشيوخ، ويغيثها الجمل والحمار، بينما غاب الكثير وغابت الكثير من المنظمات وهيئات الأمم المتحدة، وظهرت إنسانيتها المزعومة مجرد شعار. رغم القصف الهاطل، إلا أنها لا تنحني، ولبناء الحياة ومقاومة البغاة تواصل. تعز العزة بصمودها البطولي، ضاهت غزة وبتكاتفها جنبت أبناءها الموت كمضايا، والتي أسأل من الله أن يفرج عن أهلنا في مضايا والشام، وأن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين من حزب الشيطان، ومن عصابة بشار، ومن ميليشيا إرهاب إيران، ومن اليهود الغاصبين. أيها المقاومون، تعز بمقاومتها للبغي والعدوان، شمخت عزة ولم تخضع للميليشيات. وأنتم أيها المقاومون في الجبهات وفي الساحات، لها عنوان، أنتم فرسان الميدان، نساؤكم دعم وتغذية وعطاء، وأطفالكم رسائل ثورة وأكف دعاء، ورجالكم بطالة وبطولة، ورجالكم بطولة وشجاعة وفداء. إنكم اليوم أيها المقاومون في كل جبهات القتال، أيها المقاومون، أيها الصامدون في ساحة الحرية، يا أبناء تعز الأحرار، أيها المقاومون في أرض الصمود في البيضاء وفي شبوة والجوف ومارب، أيها الصامدون في كل اليمن، إنكم اليوم تدافعون عن سيادة الدولة، بينما أولئك القطعان يدافعون عن دولة سيدهم. إنكم اليوم تدافعون عن سيادة الدولة، وهم يدافعون عن سيدهم. إن لديكم قوة المشروع لتنتصروا، وهم يقاتلون من أجل مشروع القوة. إن بندقياتكم تحاول استعادة الدولة المخطوفة، وبندقياتهم تريد أن تصبح الدولة حظيرة خاصة وملكية خاصة. بنيرانكم تحاول الإبقاء الممكن لوهم الدولة، لكن بنيرانهم يؤسسون لدولة الوهم. لديكم مشروع حياة، ولديهم مشروع موت. إنكم تدافعون عن أعراضكم وأنفسكم وأهلكم، وهم يدافعون عن عرض المعتدي على أعراضهم وأهلهم. يكفي أنكم أيها المقاومون، يكفي أنكم تهدفون أن يكون الوطن للجميع، بينما هم يهدفون أن يصبح الوطن والجميع ملكية خاصة لسيدهم. أيها المقاومون، أنتم كوكتيل وطني جامع لكل أهداف الثورات الوطنية، وهم قطعان الكهنوت والاستبداد. إن قبضتكم الواثقة على زناد المقاومة نابع من عدالة قضيتكم. إنكم عندما تمسكون بأيديكم بندقية المقاومة، لا بد أن تكونوا واثقين أنكم وضعتموها في الطريق الصحيح، وتأكدوا
أن أقدامكم تبصم على قداسة المسار الوطني هناك في الثغور، في الجبهات، بالمال، بالغذاء، بالدواء، بالكلمة، بكل شيء مقاومة. تحية لكل المقاومين الأبطال، تحية إجلال لأولئك الذين يسهرون في الثغور لينام الناس، تحية لأولئك الرجال في معبر الدحي، تحية لأبطال المقاومة في معبر الدحي وفي ثعبات وفي المسراخ والشقب والثلوج وفي كل مكان، وفي كلابة والأربعين وفي كل جبهات القتال. تحية لهم في البيضاء ورداع، تحية لهم في شبوة وأبين ومارب والجوف وفي كل اليمن. أيها المقاوم، أيها الحر الثائر، أيها المؤمن السائر، ما دمت للحق المبين معانقا فالنصر وعد بالجنان جزاء، وإذا سقطت على الطريق مجاهدا فالفوز ما فازت به الشهداء. وأختم بآخر ما نشره الشهيد أشرف الشريف، حيث نشر قائلا: سنموت حتما عاجلا أم آجلا. وهي رسالة للمتخوفين، هي رسالة للمتحوثين والمتخاذلين، هي رسالة للجبناء: سنموت حتما عاجلا أم آجلا، ولسوف نرحل للقبور قوافلا. فلقد دنا الموت المخيف بسرعة ليسوقنا نحو الحساب مراحلا. شخص يموت على الطريق بحادث، والبعض قد يهوي صريعا عاجلا، وهناك شخص قد يموت مجاهدا في الثغور والجبهات، وهناك شخص قد يموت مجاهدا ليعيش في الأخرى شهيدا فاضلا. فاختر لنفسك يا صديقي ميتة، واحذر بأن تقضي حياتك غافلا، واحذر بأن تقضي حياتك غافلا. ختاما أقول بأن القصف اليومي بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر والمدافع على المدارس والمساجد والأطفال وهم يلعبون أو هم يدرسون، إن ذلك القصف والقتل والتدمير للبيوت والقصف العشوائي وحصار المدينة لن يثنينا عن النضال والاستمرار، وإننا نعلنها كل جمعة وكل يوم بل وكل ساعة هنا في ساحات النضال في تعز. سنستمر، وباستمرارنا سنكسر الحصار، ويرحل الجبان الغدار. سنكسر الحصار. قلت ما سمعتم، توبوا إلى الله واستغفروه، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وشق لسماعه وعوضة قلبه وأذنيه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم شاف جرحانا، اللهم شاف جرحانا، اللهم شاف جرحانا، اللهم فك عنا الحصار. يا كريم يا الله يا جبار السماوات والأرض، نجعلك في نحور الحوثيين والمتحوثين، نجعلك في نحر علي صالح، نجعلك في نحر عفاش وأتباعه يا رب العالمين. اللهم من أراد لهذه المدينة الحصار والدمار والخراب، اللهم فاجعل كيده في نحره، اللهم رد كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم انصر أبطالنا المجاهدين المقاومين على ثغور الجبهات، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا. اللهم إنا نستعين بك فاعنا، نستنصرك فانصرنا. اللهم مددنا إليك أيادينا فلا تردها خائبة، اللهم لا تردها خائبة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في مضايا الشام وفي سوريا وفي فلسطين وغزة وفي كل مكان يا رب العالمين، كلهم في العراق وفي كل مكان، ناصرا ومعينا، وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم انصر شبابنا، اللهم قوِّ سواعدهم، اللهم قوِّ سواعدهم يا رب العالمين. اللهم اخذل الأعداء،
اللهم عليك بالحوثيين واخذلهم يا رب العالمين، اللهم اخذلهم يا رب العالمين، اللهم إنا نستقوي بك عليهم يا الله، نستقوي بك عليهم يا الله، نستقوي بك عليهم يا الله، نستقوي بك عليهم يا الله. دعوناك ربنا، دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.